أصدقها عتق قنه، يعني هو عنده عبد زين، وقالت له شنو مهري؟ قال مهرك إني أعتق هذا العبد. طيب هي ماذا تستفيد؟ تعتبر هي اللي اعتقت لها أجر العتق، كان أهداها إياه ثم اعتقه، يجوز، لأن أجر العتق يكون لها وولاؤه يكون لها. فهنا إذا أمهرها عتق قنه جاز، لأن في استفادة لها، سواء استفادة أخروية أو استفادة دنيا. الأخروية أنها أجر العتق، من أعتق عبدا فله بكل عضو منه عضو يعتقه الله من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولها أجر في الدنيا أن ولاءه يكون لها. فهذا إذن يجوز، يصح لكم.